السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا للحلقة الثانية في البارتي ديال لي زاسيد اميني. قبل تكلمنا على لامبورطونس ديال هاد الشابيتر، تكلمنا شوية على لا ستريكتور. دابا غنتعمقوا مزيان في لا ستريكتور ديال لي زاسيد اميني، وغنتكلموا على لا كلاسيفيكاسيون دي زاسيد اميني في هاد الفيديو ان شاء الله. اذا كيف ما قلنا قبل، عندنا فان اسيد اميني اللي سميناهم بروتيون نوجين، اللي هما كابابل دو برودوير دي بروتين فونكسيونيل. في لا ستريكتور قلنا عندنا واحد لا بارتي اللي هي كومون، اللي غنكتبها بالاحمر، اللي فيها كربون سي اش 2 سي او اش ان اش 2 وفيها الهيدروجين. وكاينه واحد لا بارتي اللي هي نون كومون اللي هي الراديكال. من بعد قلنا بلي لا بارتي في لا بارتي كومون كنسميوها القلب النابض، سي لو كور ديال لي زاسيد اميني، القلب النابض اللي ما خصوش يتبدل في ان اسيد اميني. وقلنا بلي فيه اون فونكسيون اسيد، وقلنا بلي فيه اون فونكسيون بازيك، وشرحنا شنو هي اسيد، شرحنا شنو هي اون باز. دابا شنو الجديد؟ الجديد هو ان لا فونكسيون اسيد عندها سميه، ما كنقول سي او اش، كنقول فونكسيون كاربوكسيل. لا باز ما كنقولش ان اش 2 عندها سميه، كنسميها ان نامين. دونك الا ركزتو مزيان، منين جات السميه ديال لي زاسيد اميني؟ عندنا لو مو اسيد وعندنا لو مو امين. دونك اسيد اسيد اميني، كاع لي زاسيد اميني فيهم فونكسيون اسيد فيهم فونكسيون امين، دونك يتسماو اسيد امين. مزيان، دابا اشنو اللي قلنا اللي هو كيختلف من اسيد امين الاخر؟ اللي كيختلف هو الراديكال. هذا هو اللي كيكون فاريابل كل اسيد امين وكيف داير الراديكال ديالو. دابا من بعد غنتكلموا على لا نومونكلاتور. تصوروا مثلا ان الراديكال، دونك الراديكال هو كنعتذر. تصوروا ان الراديكال فيه واحد لا موليكول اللي هي CH2 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 CH3، ياك؟ تصوروا عاوتاني ان هاد سي اش هادي لاصقه معاها واحد لا فونكسيون كاربوكسيل فيها سي او او اش. دابا بغيت نقول لكم شنو هي لامبورطونس ديال لا نومونكلاتور ديال التسميه. دابا هنايا في هاد لاسيد اميني كامل، دابا هذا اسيد اميني مثال ماشي حقيقي، فيه جوج ديال سي او او اش. انت دابا كيفاش غتميز هاد سي او اش اللي كتكون في القلب النابض وهاد سي او اش اللي كاينه في الراديكال؟ دونك خاصك سميات، خاصك دير سميات. اشنو هما السميات؟ تيقول لك اودي لي كربون عندهم سميه ديالهم. شنو هي هاد السميه هادي؟ تيقول لك دائما الكربون اللي في القلب النابض كيتسمى الكربون الفا. الا كان شي كربون اخر تابعو في الراديكال كيتسمى بيتا، الا كان تابعو واحد اخر كيتسمى غاما، الا كان تابعو واحد اخر عاوتاني كيتسمى ايبسيلون، الا كان تابعو واحد اخر عاوتاني كيتسمى دونك الفا بيتا غاما سيغما. عفوا هادي سيغما الثالثه، سيغما هادي سيغما وهادي ايبسيلون. دونك باش غنميزهم هاد سي او اش الاولاني كندير ليه بحال هكا، كندير ليه الفا سي او او اش، وهاد سي او اش الثاني كنسميه كندير ليه سيغما، كنحط سيغما وكنحط سي او اش. هادشي مهم جدا، حيت من بعد غنتكلموا على لي رياكسيون اللي كيطراو، و كل موليكول خاصك تعرف لا بوزيسيون ديالها. مثلا انا منين قلت لك، مثلا انا في شي اكزيرسيس ولا شي حاجه نقول لك اودي راه الفا سي او اش تفاعلات مع اش دوزو، راه خصك انت تعرف باللي انا كنتكلم لك على سي او اش رقم واحد ماشي سي او اش رقم جوج. دونك هذا هو المغزى من لا نومونكلاتور. دونك لي كربون الفا ديما الفا تبعها بيتا تبعها غاما تبعها سيغما وتبعها ايبسيلون.
دونك هذا هو لونشينمون. بعض المرات في الغاديكال ما غترقاش هادشي كله. شنو هو ما غترقاش هادشي كله؟ يعني تقدر ترقى غير بيتا فقط وتحبس. تقدر تلقى شي اسيد اميني عنده الفا وبيتا وغاما ويحبس. فهمتوا شنو بغيت نقول؟ دونك كل اسيد اميني الاختلافات ديالو في الغاديكال. مزيان، ندوزو لحاجه اخرى اللي هي لا كلاسيفيكاسيون دي اسيد اميني. عندنا فان اسيد اميني، كيفاش غندير؟ ندير لهم لا كلاسيفيكاسيون. كان كلاسيفي سولون 3 فاكتور. نقدر ندير لا كلاسيفيكاسيون سولون فاكتور رقم واحد، الفاكتور رقم جوج، والفاكتور رقم ثلاثة. شنو هو الفاكتور رقم واحد؟ نقدر نكلاسيفي لي زاسيد اميني على حساب، دونك على حساب لا ناتور دو لا شين لاتيرال. اشنا هي لا شين لاتيرال؟ هي هاد الغاديكال هادي اللي درنا حنا قبل. هاد الغاديكال هذا، الغاديكال هذا كنسميه عاوتاني اون شين لاتيرال، كنسميه شين لاتيرال اولا غاديكال اللي بغيتي. دونك نمسح هادشي. دونك الفاكتور الاول اللي قلنا هو لا شين لاتيرال، الفاكتور الثاني اللي قدر نكلاسي فيه لي زاسيد اميني هي لامبورطونس بيولوجيك، والفاكتور الثالث اللي نقدر نكلاسي فيه لي زاسيد اميني هما لي بروبريتي فيزيكو فيزيك اي شيميك دي راديكال او لا شين لاتيرال اللي بغيتي. دابا عندي 20 اسيد اميني نقدر نكلاسيفيهم سولون الفاكتور نيميرو 1، فاكتور نيميرو 2، فاكتور نيميرو 3. بالنسبه لا ناتور دو لا شين لاتيرال، نقدر نكلاسيفي لي زاسيد اميني على حساب اش؟ واش الغاديكال تتكون من دي موليكول لي مصايبين اون شين لينيير، مثلا لاسيد اميني اللي هو لا ليزين كنرمزو ليه ب ال ايغريك اس. دونك لا ليزين شنو عنده؟ عنده في الغاديكال، دونك عندك عنده لاسيد، عنده بعدا لا بارتي اللي ما كتبدلش اللي هي سي ان اتش 2 سي او او اتش اتش، وفي الغاديكال عنده اون شين لينيير. لينيير يعني بحال واحد السطر كتكون من اتش، عنده سي اتش 2 سي اتش 2 CH2 NH2. دونك هادي هي الغاديكال ديالو، سي اون شين لينيير. نقدر نرقى ما نرقاش شين لينيير، الغاديكال يكون سيكليك. مثال هو ليستيدين، دونك ليستيدين كنرمزو ليه ب اش اي ب اش اي سي. دونك ليستيدين عنده واحد السيكل كنسميها لا فونكسيون ايميدازول. دونك كيفاش داير هاد السيكل هادي؟ دونك عندو الكربون، عندو ان اش 2، عندو سي او اش، عندو اش، وعندو سي اش 2، وعندو واحد لو سيكل ان سي N double liaison و عندو لو سيكل ديالو. دونك هذا هو الغاديكال ديالو. الغاديكال ديالو فيه ان سيكل كيتسماو لي زاسيد اميني سيكليك. ونقدر عاوتاني في لوكا، دونك هذا الكا رقم واحد، الكا رقم جوج، الكا رقم ثلاثة، هو الغاديكال يكون فيه نوايو اروماتيك. شنو هو نوايو اروماتيك؟ دونك نوايو اروماتيك سي ان سيكل اللي هو معروف بزاف، سي ان سيكل اللي هو معروف تيكون على هذا الشكل، تيكون شحال فيه من ضلع، فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وسداسي الأضلاع، وتيكونوا فيه تقدر ترقى دائرة، تقدر ترقى بحال هكا،
دوبلي زونه دوبلي زونه دوبلي زونه. دونك هذه راه بحال هذه نوايو اروماتيك، ومعروفين لي زاسيد اميني اللي عندهم نوايو اروماتيك. كاين ثلاثه اللي كاينين، كاين فينينالالين كنرمزو ليه بي اش او، كاين لا تيروزين، وكاينين تريبتوفان. دونك نتوما راه عندكم الطابلو ديالكم كيعطيو لكم لي بروف، شوفوا الاسماء ديال لي زاسيد اميني. انا الدور ديالي غير نشرح لكم لي برينسيپ. دونك الفاكتور الاول كنعتمد على نكلاسيفي لي زاسيد اميني واش عندهم راديكال لينيير، مثلا ليستيدين مثلا عفوا ليزين، سيكليك مثلا ليستيدين، ونوايو اروماتيك راه ثلاثه. نوايو اروماتيك معروفه هو واحد السيكل فيه سته ديال الاضلاع وفيه تروا دوبل ليزون. دونك معروفين اللي فيهم نوايو اروماتيك الفينينالالين تيروزين وتريبتوفان. سولو لامبورطونس بيولوجيك، شنو هي لامبورطونس بيولوجيك؟ يعني واش لي زاسيد اميني كنقدر نسانتيتيزيهم. دونك سانتيتيزي يعني الجسم ديالك يقدر يصايبهم، اولا لي زاسيد اميني نون سانتيتيك ما كنقدرش نصايبهم، ولكن منين غيجيوني غيجيوني من التغذيه. كاين حاله كتجمعهم بجوج كيكونوا كنقول عليهم اسيد اميني سيمي سانتيتيك، يعني ما هما سانتيتيك ما هما نون سانتيتيك، نص نص. بمعنى دابا كيكون عندك ان اسيد اميني نون سانتيتيك كيجيك من التغذيه وكياخذوا الجسم وكيحولوا لان نوتر اسيد اميني. دونك هاد الاسيد اميني هذا هو اللي كيتسمى اسيد اميني سيمي سانتيتيك. علاش سيمي سانتيتيك؟ حيت هو ما قدرش يصايبو، خدا واحد من التغذيه وهداك اللي خدا حولو وصايب منه هاد الاسيد اميني. الوغ هادو لي زاسيد اميني سانتيتيك صايبهم هو، صايبهم ما خصناش واحد المرجع، صايبهم هو كونهم لراسو. لي زاسيد اميني نون سانتيتيك ما كيقدرش يكونهم، كيجيو من التغذيه، وهادو السومي سانتيتيك نص نص، يعني خدينا شويه من التغذيه وهداك شويه اللي خدينا خدمنا عليه، خدم عليه الجسم حولو شويه وصايب لك ان اسيد اميني السومي سانتيتيك. لي بروبريتي فيزيكو شيميك طويله شويه، نخليوها الفيديو الثالث ان شاء الله. شكرا على المتابعه والى اللقاء.